زيارته يعني. أنا زرت عبد الناصر. متى؟ هذا بعد سنة 63. سنة 63 كان دعويات من الخارجية بأن الجامعة العربية ستعقد مؤتمر بخصوص المرأة والتعليم، فحولت الكتاب إلى وزارة الشؤون، والشؤون اختارت الله يرحمها لطيفة رجيب، كانت ذاك الوقت تشغل الوكيلة المساعدة في وزارة الشؤون، واختاروني أنا معها حتى تروحوا لمصر. حتى نروح مصر نحضر المؤتمر في جامعة الدول العربية. في الجلسة الأولى كانت ترأس المؤتمر أول وزيرة اختارها عبد الناصر، مصرية، اسمها أبو زيد، بس اسمها الأولاني نسيته. على كل، وإحنا في الجلسة وصلتني ورقة، وأفتح الورقة ولا يقول الرئيس يطلب مقابلة الوفد الكويتي. الرئيس جمال عبد الناصر. عبد الناصر. فأنا مررت الورقة لرئيسة الجلسة حتى يعني تشوف إذا يعني تعطينا إذن نترك الجلسة، فيعني منها جواب لا مانع. طلعنا أنا والله يرحمها لطيفة، وخذونا بسيارة مال الجيش فيها 4 جنود، ورحنا إلى مسكن عبد الناصر في منشية البكري، فيلا عادية يعني يسكن هو وعائلته فيها. في المدخل في قاعة صغيرة يعني كبر هالدار ممكن، وهذا المكتب اللي يستقبل هو فيه، في مكتب وفي جلسة، وقعدنا بالجلسة ننطره وما كان موجود. بعد تقريبا 10 دقائق حضر هو وسلم علينا وقال أنا يعني سعيد جدا أشوف ولأول مرة المرأة الكويتية تحضر في اجتماع الجامعة العربية، وإن شاء الله تكونون مرتاحين في مصر، وتحياتي للكويت اللي رحتوا وأهلها. كان وايد لطيف، بس كان هيبة يعني لطيفة يمي تكهربت. قدموا لنا عصير، أذكر أنا عصير رمان، وبنفس اليوم كان طالبات الكويت في بيت السكن عازميننا على غدا. بعد ما طلعنا من عنده رحنا للغدا، ولا لطيفة مصمكة إيدها ما تبي تتغدى، مصمكة إيدها لأن سلم عليها عبد الناصر، فما تبي تتغدى وتروح تغسل إيدها. الله يرحمها. إيش كثر ظل اللقاء مع عبد الناصر؟ نعم. إيش كثر ظل اللقاء؟ إيش كثر استمر؟ تقريبا 20 دقيقة. هو بروحه ولا كان في معه أحد؟ لا، في هو مصور، بس صورنا معاه يعني أخذ صورة فردية معي وأخذ صورة مع أو كان بعد داعي أول مرة يحضرون واحدة من الجزائر، فكانت جاية معنا أخذنا صورة جماعية معه. كلميني أول ما شفت جمال عبد الناصر وأنت اللي متابعته وتشوفينه زعيم من ما مصدقة أنا قدام عبد الناصر، ما استحالة يعني هذه شيء يعني هذه الله رسالة لنا خلانا نجي القاهرة حتى نشوفه. بس كان وايد متواضع، وايد إنسان بكل معنى الكلمة، وكان هيبة ما تقدر تطالع يعني، عنده نظرة فظيعة، وجلس معنا يتكلم كل الأمور يعني، يسألنا عن الكويت وشلونها وشلون أهلها،
والوضع فيها، وأنا كنت أرد عليه وهذا اللي يمي متيمدة وقاعدة. لطيفة. لطيفة. طيب. الله يرحمها.